طيب خلينا نشوف كده يعني الناس في الشارع بيقولوا ايه لما سألناهم ازاي تحفز نفسك وازاي تحفز اولادك، نشوف مع بعض. ايه اكتر حاجة بتحفزك؟ الاكل. ازاي؟ ناكل، فببقى عايزة اعمل بقى اي حاجة بعد ما اكل، بس اكل واعمل اللي انت عايزه. يعني ممكن مثلا القعدة مع اصحابي كده، يعني الخروجات عموما، الفسح كلها عموما كده. الإرادة السياسية لفخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الشباب وإبراز دورهم وتشجيعهم والمناخ العام في البلد كله يعني بيشجع على إن الشباب ياخد دوره بشكل قوي. كلام والدي ووالدتي، كلام أصحابي ساعات أي نعم بيكون سلبي، لكن هو بيكون محفز في نفس الوقت. يعني قوة إيماني باللي أنا بعمله كفيلة إنها تديني طاقة أكمل. الفشل، لما بفشل بحاجة بصمم إن أنا أنجح فيها تاني. كلام أمي وأبويا وكلام أخويا برضو بيحفزني جامد. بقرأ كتب لأدباء وكتب تنمية بشرية، ممكن كلام أهلي ليا. ايه اكتر حاجه بتحفز بيها اولادك؟ حفزهم عن طريق انهم يعرفوا تاريخ بلدهم وتراث بلدهم. اذا رصدت مكافاه لاي حد هتحفزه على اي عمل. بالنسبه للاولاد انا بحب دايما اوعدهم واحفزهم بان هم لو ذاكروا وبذلوا مجهود في اخر السنه كل واحد نفسه في هديه معينه اجيبها له.